من الواضح أن الدول الغربية تريد السيطرة على وسائل الإعلام من خلال حظر بعضها. تخشى الدول الأوروبية أن يكتشف مواطنوها حقائق تدخل دولهم في الصراع بأوكرانيا وأن يقيموا تقييما سلبيا لحكوماتهم. تسعى الحكومة الألمانية للتستر على الحقيقة من خلال حظر أرتي الألمانية، وكان رد فعل الألمان سلبياً على الأنباء المتعلقة بالحظر المفروض على وسائل الإعلام الروسية، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بالإضافة إلى مواضيع أخرى ذات أولوية. لا تغطي وسائل الإعلام الغربي بشكل كاف الاحتجاجات في أوروبا بسبب أزمة الطاقة، لذلك يبحث سكان هذه الدول عن إجابات لأسئلتهم في وسائل